نوبيليس معا نصنع المستقبل. أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الأول، أصدرته مصلحة الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات من برد على كل من برج باجي مختار، كذلك إنجزام وأيضا تمنرست، وهذا إلى غاية يوم الغد إن شاء الله. أما خلال صباحة الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ضباب سيخص الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية، لتصبح الأجواء مغشاة تقريبا على كافة السواحل، لكن سحب ركامية رعدية مطرة خلال الأمسية ستخص المرتفعات والهضاب. الأمطار ستمتد إلى غاية شمال الصحراء، تكون أكثر اعتبارا على أقصى الجنوب، كذلك هناك احتمال لبعض الزخات وحبات من البرد إن شاء الله. أجواء مشمسة على الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد. مقاييس ما بين 21 لغاية 24 درجة على الوجهة الشمالية، ننتظر 30 درجة على غردية، ترتفع لغاية 33 درجة على الصحراء الوسطى، ولن تتعدى 27 درجة على مرتفعات الهجار والتاسيلي. أما خلال يوم الغد درجة الحرارة القصوى إن شاء الله تبقى فصلية تقريبا على كافة المناطق الشمالية، على مقياس على غليزان معسكر شلف وعند فلا مع 38 درجة، 33 درجة على العاصمة، ننتظر 36 درجة على تيزي وزو والبويرة، 34 درجة على قالما ميلا خنشلة سوق هراس قسنطينة، نفس المقياس على الجلفة، 39 درجة على بسكرة المغير وتوغرت، 41 درجة على كل من إليزي وكذلك ولاية جانيت، لكن طقس حار سيخص الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي أقصى الجنوب. مقاييس ما بين 44 درجة إلى غاية 47 درجة وتحت ظل خاصة على تيميمون وأدرار. أما البحر خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر هادئ أقول على كل من السواحل الغربية وكذلك الشرقية، لكن قليل اضطراب على السواحل الوسطى مع رياح معتدلة ضمن طيرة شرقية تماما، لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة، تبقى ضعيفة شرقا وغربا لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، بينما درجة حرارة مياه البحر تقارب 26 درجة مئوية. فيما يخص أحوال الطقس على بعض عواصم إفريقيا، بحول الله أمطار موسمية رعدية ستخص أديس أبيبا مع 18 درجة، نفس الأجواء على بونغي مع 26 درجة، أبوجا كذلك مع 24 درجة، أجواء مشمسة إلى مغشاة على كينشاسا مع 30 درجة، لوزاكا أجواء صحوة مع 28 درجة، نفس الأجواء على ويندوك. فيما يخص غروب الشمس اليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 7:24 دقيقة. وللتواصل معنا نحو الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة، أشكركم على المتابعة، نهاية أسبوع مريحة للجميع، في أمان.